بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقدم سلسلة محاضرات جديدة بعنوان Computer Organization and Architecture، اللي هو تنظيم وبناء الحاسب. الكورس ده المفترض ان ليه بريكويزت او ليه متطلب ان حضرتك تكون درست تصميم رقمي او ديجيتال ديزاين. للناس اللي ما اخدوش الكورس ده مش هينفع يمشي في الكورس ده بشكل كويس او شكل جيد الا اذا كان درس المقرر السابق. وللامانه في كورس موجود مرفوع على القناه، هتلاقي فيه بلاي ليست اسمها اعتقد فاندامنتال اوف لوجيك جيتس او اساسيات الدوائر المنطقيه. مفترض ان انت تكون بشكل ما شغلت ايدك فيه شويه قبل ما تيجي الكورس معنا. واحنا بنتكلم على بناء الحاسب الاركتكشر، فمعناه ان حضرتك بتتكلم على الاستراكشر بتاع الكمبيوتر. يا ترى الكومبوننت حصل لها كونكشن ازاي بالظبط؟ انا تملي في بدايه الكورس ده بحب اضرب مثال مشهور خاص بيا قوي، ان حضرتك لو موجود على السفره عاوز تاكل، فاختك او والدتك المفترض او زوجتك هتعمل لك الاكل، هتدخل المطبخ ولا تفضل منها، يعني هتدخل المطبخ تعمل لك الاكل بتاعك، وحضرتك قاعد على السفره او قاعد على الارض بتاكل بايدك، بتاكل بشوكه، بتاكل بسكينه، براحتك. المهم في الاخر ان حضرتك وانت قاعد على السفره او انت قاعد بتاكل، فانت بتعمل هاي ليفل لانجويج. نركز بقى في المصطلحات اللي بنتكلم عليها دي. هاي ليفل لانجويج، يبقى انت قاعد فين دلوقتي؟ على السفره. فاللي انت بتعمله هاي ليفل لانجويج، تمام كده؟ كل المطلوب منك ان انت تاكل فقط، مش مطلوب منك حاجه تانية. وحضرتك ما عندكش اويرنس او عندك معلومات عن اللي بيحصل في المطبخ ايه بالظبط، يعني ما انتش عارف التولز نفسها او الديفايسز اللي بتستخدم او الابلاينسز او الانسترومنت اللي شغاله داخل المطبخ، مش عارف الكلام ده خالص، ولا تعرف الريسبي والمواصفات بتاعه الطبخه، ولا تعرف حاجه خالص، ان كل مطلوب منك ان انت بتاكل. وعشان كده الهاي ليفل لانجويج دي اللي انت بتبرمج بيها، زي ايه مثلا؟ بعض الناس بتسمع ان في لغه اسمها سي لانجويج، في ناس بتسمع ان في حاجه اسمها الباسكال، في ناس بتتكلم ماتلاب، في ناس النهارده بتتكلم على البايثون، في ناس بتتكلم دوت نت، براحتك. كل ده بالنسبه لنا عباره عن هاي ليفل. فلما تيجي تتكلم على الهاي ليفل هتلاقي ان الكورس ده اي حد درس مقرر برمجه هيلاقي ان ما كانش مطلوب منه ان يتعلم اي حاجه في الدنيا خالص، يعني ماده البرمجه اللي بتاخدها في سنه اولى في الجامعه ما كانش لها بريكويزيت خالص، تمام؟ لكن لو حضرتك قررت تنتقل من السفره وتروح على المطبخ، هنا انت بتتكلم بقى ان مفترض يكون عندك اويرنس بمكونات المطبخ، بالاجهزه اللي موجوده في المطبخ، بالوصفات بتاعه الاكل، بالبهارات بتتحط ازاي، ازاي هتطبخ، ازاي هتستعمل الميكرويف، ازاي هتستعمل الفرن، ازاي هتستعمل الكلام ده كله، لازم تكون عارفه بشكل كويس. فالمفترض يكون عندك خلفيه عن مين يا شباب؟ عن الهاردوير، اللي هو الهاردوير بتاع مين؟ بتاع الجهاز الكمبيوتر. بالظبط كده، ده المثال. يعني المطبخ هو الهاردوير. يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن تكون كتبت برنامج كمبيوتر مره واثنين وثلاثه واربعه وخدت كورس مقرر برمجه ممتاز جدا، لكن حضرتك ما سمعتش عن حاجه اسمها ريجستر، اللي هو مسجل بيانات، ولا عرفت الاركتكشر او بناء الحاسب بتاع حضرتك عندك كام ريجستر، كام مسجل بيانات، عندك مثلا الادرس باص بتاعك كام بت، الكنترول باص بتاعك كام بت، عدد الريجسترز، السعه بتاعه الريجستر، وظايفهم، اسمائهم المختلفه، ما انتش عارف الكلام ده خالص. لكن لو حضرتك قررت تدخل المطبخ، فالمفترض تكون عارف التفاصيل اللي في المطبخ. المطبخ بتاعنا هو الهاردوير او الاركتكشر بتاع الكمبيوتر. وبالتالي حضرتك لما قررت انت داخل ليه اصلا المطبخ، اكيد ربما يكون الاكل مش عاجبك، يبقى انت داخل عشان الكواليتي، داخل عشان الثبيت، الاكل بيتاخر عليك، تمام كده، داخل عشان يبقى لك فول كنترول، تحكم اكتر على مين؟ على الهاردوير. لان انت في لغات عاليه المستوى زي السي والباسكال والماتلاب، بس السي شويه خلاها حاله خاصه، هتلاقيك بتتكلم مع مين؟ مع الهاردوير. يعني في تطبيقات معينه انت محتاج تروح فيها تتكلم على الهاردوير، زي مثلا لما تيجي تعمل درايفر، اوكي، عاوز اعمل مثلا
درايف بتاع حاجه معينه، بتاع هارد ديسك مثلا، او درايف بتاع كارت صوت ساوند كارد، او درايف بتاع فيجا كارد. البرنامج اللي هيخلي المذر بورد او هيخلي البي سي يتكلم مع كارت الشاشه، الدرايف ده عشان تعمله محتاج لغه سريعه. مين اللي هيوديك هناك؟ اللي هيوديك هناك وانت بتكتب هتلاقيك بتتكلم في حاجه اسمها لو ليفل. زي مين يا شباب؟ زي الاسمبلي لانجويج، اللي هي لغه التجميع، زي لغه التجميع. تمام كده يا اخوانا؟ وبالتالي حضرتك لما تروح المطبخ يبقى انت رايح بالادوات او بلغات البرمجه اللي هتمكنك ان تشتغل مع الهاردوير، وبالتالي لازم يكون عندك معرفه بالهاردوير، ولازم يكون معاك لغه البرمجه اللي هتتكلم بيها، ولتكن لغه التجميع، ودي من اشهر لغات البرمجه اللي بتتكلم على الهاردوير، وان يعني وان ممكن تكون هي الحاله الوحيده assembly language او لغه التجميع. تمام كده يا اخوانا؟ يبقى احنا طلعنا بالجزء ده بايه بقى؟ نطلعنا بالجزء ده ان عشان تتكلم مع الهاردوير يبقى انت المفترض تعرف حاجة اسمها البروجرامينج موديل، وده كأن هو الاركيتكشر بتاع الكمبيوتر. تمام كده؟ ضروري عشان تبرمج. الحاجة التانية ان انت هتبرمج بلغة مين؟ هتبرمج بحاجة اسمها اللو ليفل. اللو ليفل زي مين؟ زي الاسمبلي لانجويج. ليه هتبرمج بالاسمبلي؟ عشان توصل للهاردوير، كمان عشان يبقى عندك سبيد تقدر تكلم الهاردوير، ربما في تطبيقات اللي محتاجه ريل تايم. اوكي، محتاجه ريل تايم، محتاجه ريل تايم سيستم. ممكن في الحاجات الخاصه بمين؟ بالدرايف. اوكي، دي الحاجات اللي بتخليك تروح للاسمبلي لانجويج كحاله من اللو ليفل. وعشان تبرمج لو ليفل لازم أن تكون عارف مين يا اخوانا؟ لازم أن تكون عارف اركيتكشر بتاع البي سي. يعني ايه اركيتكشر؟ يعني بناء البي سي اللي موجود مع حضرتك. تمام كده يا اخوانا؟ طيب، وبناء عليه انا بحاول ارجع لل اوكي، ده البرنت اوت ذا سيكشن. اوكي، نغير بس القلم شويه. ماشي، اوكي، نخلي اللون ده، نرجع تاني. يبقى احنا فهمنا دلوقتي ان احنا جايين نشتغل هاردوير بهدف ان انت تقدر تتحكم في الهاردوير بتاع جهاز الكمبيوتر، تقدر كمان تبني تطبيقات سريعه جدا في التنفيذ، تقدر كمان تبني تطبيقات زي الدرايف بتاع كارت صوت، كارت الشاشه، الحاجات دي كلها انت محتاجها لما تيجي توصل جهاز طرفي باجهزه الكمبيوتر بتاعه حضرتك. اتفقنا عشان تعمل الكلام ده فانت محتاج تعرف البروجرامنج موديل، وكلمه بروجرامنج موديل دي مهمه جدا. اوكي، اللي هو الاركيتكشر بتاع الكمبيوتر، والمفترض ان انت تكون عارف لغه مين؟ لغه الاسمبلي لانجويج. تمام يا اخوانا؟ طيب تعالى نتكلم على الاول ايه الفرق بين الاركيتكشر اللي هو هيكل الكمبيوتر او بناء الكمبيوتر وتنظيم الكمبيوتر. الاركيتكشر ده لما تيجي تتكلم مع البروجرامر اللي هيكتب لغه اسمبلي، هي كل الحاجات اللي باينه له وهو بيكتب بروجرامنج. احنا اتفقنا لما يدخل المطبخ المفترض هيتعامل مع مايكرويف، هيتعامل مع فرن، اوكي، هيتعامل مع خلاط، مع ميكسر، هيتعامل مع حاجات كتير اجهزه قدامه. الحاجات اللي ظاهره للبروجرامر في قلب المطبخ دي وبيتعامل معاها وبيبرمجها وبيعرف يكلمها، دي اسمها اركيتكشر، بنيه الحاسب. زي مين؟ زي حاجه اسمها انستراكشن سيت. يعني ايه انستراكشن سيت؟ كل بروسيسور المفترض ان ليه انستراكشن سيت. البروسيسور اللي موجود على المذر بورد بتاع حضرتك وهو بيصنع ليه مجموعه من الانستراكشن سيت، مجموعه من الاوامر المحفوظه، انستراكشن سيت.
تمام كده؟ ممكن توصل ل 100 امر 200 امر، وممكن توصل ل 1000 امر و2000 امر. دي انستراكشنز، اوامر محفوظه. الاوامر دي بالظبط كده لما بتكتب في الهاي ليفل امر زي مثلا في البايثون بتكتب انبوت او بتكتب برنت او بتعمل لوبينج في اي لغه من اللغات، اللوبينج ده بيتفك المجموعه من الانستراكشن سيت، بتفك المجموعه من الانستراكشن سيت. تمام كده يا اخوانا؟ مجموعه من الاوامر، الاوامر دي هي شويه اوامر من اللي موجوده في الانستراكشن سيت، اللي هي كل الاوامر اللي البروسيسور بيفهمها. فالبروجرامر بتاع الاسمبلي بيتعامل مع الانستراكشن ليست، لان بيكتب كوماند، الكوماند اللي بيكتبها دي اوامر بتتعامل لو ليفل، بتتعامل مع المطبخ، بتجيب من تحت. تمام؟ طيب، فده لما تيجي تتكلم على الانستراكشن سيت يبقى انت بتتكلم على الاركتكشر. لما تيجي تتكلم على النمبر اوف بيتس المستعمله لتمثيل الداتا، يا ترى الداتا بتاعتك هتبقى اكسبوننشال، هتبقى دبل بريسيجن، هتبقى فلوتينج، هتبقى انتجر، انواع البيانات دي كلها. الداتا ريبريزنتيشن، وانت بتتكلم على الداتا ريبريزنتيشن ده مهم جدا للبروجرامر يعرف الكلام ده، وبالتالي يبقى انت بتتكلم على اركتكشر. لو انت بتتكلم على الانبوت اوتبوت ميكانيزم، ازاي الانبوت اوتبوت، ازاي الكمبيوتر هيتخاطب مع كارت الشاشه، هيتخاطب مع كارت الصوت، هيتخاطب مع السبيكر، هياخد من المايك، كل دي كلها اسمها انبوت اوتبوت ميكانيزم، وده يهم البروجرامر يعرفه، وبالتالي يبقى انت بتتكلم على اركيتكتشر. لو انت بتتكلم على الادريسنج تكنيك، ازاي هتتكلم مع الرام، ازاي تاكسس حاجه في الرام، ازاي تاخد لوكيشن في الانبوت اوتبوت، اوكي، يبقى انت بتتكلم على مين، على اركيتكتشر. تمام كده؟ زي كمثال يعني، يا ترى انت وانت شغال في امر اسمه ملتبلاي انستراكشن ولا لا؟ يعني لو في امر ملتبلاي، يعني مثلا هتلاقي في اوامر موجوده في الاسمبلي زي موف، هتلاقي في امر اسمه اد، هتلاقي في امر اسمه سب. يا ترى وانت شغال في البروسيسور في امر اسمه مال ولا مفيش؟ لو انت بتتكلم على اوامر من دول اللي موجودين في الانستراكشن سيت، فانت كده برضو بتتكلم على مين، على اركيتكتشر. تمام يا اخوانا؟ طيب، امال ايه الاورجنايزيشن بقى؟ تمام، ايه الاورجنايزيشن؟ الاورجنايزيشن ازاي الفيتشر اللي بنتكلم عليها دي هتبقى امبلمنتد، هتصمم، وده طبعا ما يهمش البروجرامر في حاجه. يعني شكل الكنترول سيجنال عامل ازاي، الانترفيسز بين مكونات الكمبيوتر شكلها عامل ازاي، يا ترى الكمبيوتر بتاعك وهو بيصمم كميموري، الميموري تكنولوجي المستعمله عباره عن ايه، ده ما بيشوفوش البروجرامر، ما بيشوفش ده. تمام كده؟ طب لو انت بتتكلم على الملتبلاي موجود ولا لا، وده اركيتكتشر. تمام كده؟ طيب يا ترى التكنيكس المستعمل بقى في امر الملتبلاي لما اجي اعمل له امبلمنت، يا ترى هو عنده دايره بتعمل ملتبلاي اصلا، ولا الملتبلاي بيتعمل عن طريق الريبيتد اديشن، يعني مثلا بضرب 3 في 5، يا ترى في دايره ضرب بتضرب 3 في 5، ولا بيعمل دايره الضرب عفوا عن طريق ان بيعمل ريبيتد اديشن، يعني بيجمع 5 زائد 5 زائد 5، او 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 عشان يضرب مين، عشان يضرب التلاتة في الخمسة. تمام كده يا جماعة؟ ده اللي عاوز اقوله. وبالتالي الاركتكشر بتاعتك هي الاتريبيوتس، لو بنتكلم على الاركتكشر كمان، هي الاتريبيوتس اللي لها تأثير مباشر، معاك كده؟ لها تأثير مباشر على التنفيذ المنطقي بتاع البرنامج. ده اللي محتك جامد جدا بالبروجرامر. يبقى احنا بتكلم على مين؟ على الاركتكشر. لكن لو بتتكلم على اورجنايزيشن، قلنا طريقة الامبلمنتيشن بتاعت مين؟ بتاعت الفيتشر دي. يا ترى الامبلمنتيشن بتاع الميموري تم ازاي؟ التكنولوجي اللي تمت في الميموري، الكنترول سيجنال، الانترفيسز بين الكمبيوتر كومبوننت المختلفة. تمام كده يا اخوانا؟ زي ما شفنا المثال بتاع الملتبلاي انستراكشن موجود ولا لا؟ ولا بيتم عن طريق مين؟ عن طريق الريبيتد اديشن. تمام كده يا اخوانا؟ طيب، طبعا توضيح للكلام، كل الانتل بروسيسور اللي هي عائلة ال 86، اوكي، كل الانتل بروسيسور اللي هي مثلا 8086 ده فيرجن من البروسيسور 80، مثلا عفوا، كل الانتل بروسيسور 8086 دي كلها بتشارك البيزك اركيتكشر، كلها لها نفس مين؟ لها نفس الاركيتكشر. الاي بي ام سيستم 370، كل الفاميلي دي كلها لها نفس مين برضه؟ لها نفس الاركيتكشر. ودي بتخلي لك وانت بتكتب كبروجرامر بتلاقي الكود فيه نوع من الكود كومباتيبلتي، اللي هو التناغم او التناسق او التوافق بتاع الكود، على الاقل
لو انت كتبت كود حاليا، الكود ده هيمشي مع مين؟ الكود هيمشي مع البروسيسور الحديث، هيشتغل مفيش فيه مشكله خالص، تمام كده. لكن لو انت بتتكلم على الاورجنايزيشن، هتلاقي ان الاورجنايزيشن بيختلف من فيرجن لمين، بيختلف من فيرجن لاخر. انا اتمنى اللون شويه ممكن يكون عامل مشكله، ونشوف كمان التسجيل عامل كام. اتكلم في ربع ساعه. اوكي، بعد كده بنتكلم على الاستراكشر والفانكشن. الاستراكشر هو تركيب وازاي الكومبوننت متصله ببعض، وممكن بعض الناس تاخد التوب داون ابروتش، اوكي، وده افضل وده اللي هنتبعه حاليا واحنا بنتكلم على الاستراكشر بتاع الكمبيوتر. والفانكشن هي وظيفه الكومبوننت المختلفه الموجوده في الكمبيوتر، تمام كده يا اخوانا. طيب لما تيجي تبص للكلام ده، هتلاقي ان الاربع وظائف الرئيسيه اللي موجوده في جهاز الكمبيوتر هي مرتبطه بمين؟ مرتبطه بالديتا بروسيسنج. يعني ايه ديتا بروسيسنج؟ يعني معالجه البيانات. يعني بغض النظر عن نوعيه البيانات وتمثيل البيانات، يا ترى البيانات بتاعتك ممثله بايه؟ ممثله ديسيمال ولا انتجر ولا فلوت؟ يا ترى دبل بريسيجن ولا لا؟ اوكي، فالتباين كتير جدا موجود في تمثيل البيانات، تمام كده. وكمان الرينج بتاع البروسيسنج ريكويرمنت ده كبير جدا، يعني البروسيسنج اللي هيتم دي محتاج هاردوير عالي جدا. لكن بنتفق ان انت محتاج ان الكمبيوتر بتاعك محتاج يعمل ايه؟ محتاج يعمل بروسيسنج او يجري بعض انواع من العمليات على مين؟ على الديتا، تمام كده؟ ده البروسيسنج بتاع مين؟ بتاع الديتا. طيب لو انت بتتكلم على الوظيفة التانية، فانت بتتكلم على الديتا مين؟ الديتا ستورج بشكل كبير. حتى لو كان الكمبيوتر بيعمل بروسيسنج اون ذا فلاي، يعني حاجة كده على الماشي، فانت محتاج برضو بشكل ما مؤقت ان انت تخزن البيانات، حتى لو كان تخزين مؤقت، سواء كان شورت تيرم او كنت محتاج تخزن لونج تيرم. يعني عندك برنامج هيشتغل هيجري نوع من الحسابات، الحسابات دي المفترض تتخزن، فالمفترض بشكل ما ان انت تخزن البيانات بصورة دايمة، سواء ممكن تكون موجود على الهارد ديسك مثلا، او ان انت ممكن تكون بتخزن في الرام بصوره مؤقته، او بتخزن في مكان معين بصوره مؤقته ويتمسح بعد شويه. فانت برضو محتاج وظيفه من ضمن وظائف الكمبيوتر بتاعتك ان انت تعمل ستورينج للديتا، تخزن مين؟ تخزن البيانات، تمام كده. نفس الكلام من ضمن الوظائف الرئيسيه هي الديتا موفمنت، محتاج تنقل بيانات، سواء كان الكمبيوتر هينقل بيانات بينه وبين العالم الخارجي، ممكن يكون بينه وبين العالم الخارجي مش مقصود عالم خارجي قوي، يعني ممكن يكون في ديفايس متوصل بجهاز الكمبيوتر، ديفايس متوصل بيه مباشرة، يبقى انت كده بتعمل ايه؟ يعني ممكن ده البي سي بتاع حضرتك اهو بالشكل ده، وراكب فيه هنا مباشر، راكب فيه حاجة بنقول عليها ايه؟ بريفرال. تنساش المصطلح ده، البريفرال، الاجهزة الطرفية. اوكي، ده ديفايس واصل مباشرة. طب لو كانت الديتا هتتنقل على ليفل اكبر او على مسافة اكبر، تمام كده، هنا كده بنتكلم في data communication. يبقى انت الكمبيوتر بتاعك محتاج يعمل ده، محتاج يعمل input output، بمعنى ادق الكمبيوتر بتاعك محتاج يعمل مين بقى؟ input output. وبيعمل الكلام ده عن طريق مين يا شباب؟ عن طريق البورت. عن طريق البورت. ايه البورت ده؟ البورت ده حاجة شبه الريجستر كده، بس connected to physical device، connected to audio card، connected to VGA card، connected to scanner، connected to printer، connected to mouse، okay، connected to any input output. يبقى البورت ده هو عبارة عن register، بس الكلام اللي هيتكتب فيه كلام ليه meaning، بيفتح مكان معين، بيقفل، بيدور، ممكن توصله بموتور، ممكن توصله بأوديو audio card، ممكن توصله بVGA card. فالوحيد والاصفار اللي بتكتبها هناك لها مينينج معين، لها مينينج معين، بيعمل كنترول على حاجة معينة، بيعمل تون على السماعة بشكل معين. وبالتالي انت محتاج الكمبيوتر في وقت ما ينقل بيانات، يا اما ينقلها بجهاز متوصل بيه مباشرة بيتقال عليه بريفرال او اجهزة طرفية، او تنقلها في مكان بعيد جدا على شبكة مثلا، فانت محتاج ديتا مين؟ محتاج ديتا كوميونيكيشن. الاربع وظائف دول باينين مع حضرتك هنا، وده هنختم بيه ان شاء الله. اوكي، ده الشكل الرئيسي بتاعنا. فانت عندك، نصغر الشاشه شويه. اوكي،
عند حضرتك الوقت في الداتا موفمنت ابارتس، ده الجهاز او الوظيفه بتاعه النقل، ان انت بتنقل البيانات، تمام كده يا اخوانا. وعندك الكنترول، طبعا انا اسف في وظيفه انا نسيتها اللي هي بتاعه الكنترول، معلش. وظيفه الكنترول دي الوظيفه الرابعه، والوظيفه الرابعه دي اللي بتنسق بين الوحدات الشغاله، هي اللي بتعمل كنترول على الثلاث وظائف التانيين. يعني الكنترول ده هو اللي بيعمل مين؟ كنترول على الثلاث وظائف. ازاي؟ هو ده اللي بيستقبل الاوامر بتاعه البروجرامر، بيديله انستراكشن اوامر، ومن خلال هذه الاوامر اوكي الكمبيوتر بيتحكم في الريسورسز اللي موجوده او الوحده بتاعتك بتاعه الكنترول يونت، هي اللي بتستقبل مين من البروجرامر، بتستقبل انستراكشن اوامر، تمام، عشان يبدا ينسق بين الوحدات الشغاله، الوحدات اللي بتشتغل، ويعمل كانه اوركسترا عشان يتحكم في اداء جهاز الكمبيوتر وتنفيذ الاوامر المختلفه عشان يقدر يعمل الثلاث وظائف دول. تمام كده يا اخوانا؟ زي ايه مثلا؟ يا ترى انت بتعمل ريد ولا هتعمل رايت؟ اوكي يا اخوانا. طيب لما تروح تبص على الكلام ده بقى زي ما قلنا عشان نختم بالجزء ده، دول الاربع حاجات اللي اتكلمنا عليهم. انا عندي في كنترول ميكانيزم، اوكي، عندي في داتا ستورج فاسيليتي لو انت عاوز تخزن، في داتا بروسيسنج فاسيليتي لو انت عاوز تجري بعض الانواع من العمليات، وفي داتا موفمنت ابارتس. تمام يا اخوانا؟ دول الفور الوظائف او الوحدات الرئيسيه اللي موجوده ك الفانكشنال فيو بتاعه مين؟ بتاعه الكمبيوتر بتاعنا. تمام؟ طيب وده هيبان فين بقى؟ هيبان لما تيجي تتكلم على الوظائف الرئيسيه، الاربع وظائف اللي اتكلمنا فيهم هيتموا ازاي بقى. انا عاوز اعمل داتا موفمنت ديفايس. عشان تعمل داتا موفمنت هتلاقي ايه بقى يا اخوانا؟ دي داتا موفمنت، ها، تعمل ايه؟ انت بتكنترول عشان تعمل الداتا موفمنت، بتنقل البيانات. فانت المفترض يا اما بتقرا، يا اما هتقرا هتنقل البيانات، هترسل بيانات داتا موفمنت عن طريق الكنترول مع مين؟ مع الموفمنت سيكشن، صح يا اخوانا؟ عشان تعمل ده، عشان تعمل داتا موفمنت ترانسفير داتا فروم وان بريفرال اور كوميونيكيشن لاين تو انذر، اوكي كده. يبقى انت بتتحكم في عشان تنقل البيانات من وان بريفرال تو او كوميونيكيشن لاين تو انذر، يعني انت بتنقل البيانات يا اما من الكمبيوتر بتاع حضرتك مباشره ل انبوت اوت ديفايس او اي بريفرال، اوكي، او اي جهاز طرفي، وبالتالي الموضوع مش محتاج منك من الاستورج، اوكي. انت بتنقل بين وحدات شغاله، بتنقل بيان من وحده طرفيه لوحده طرفيه اخرى. تمام كده يا اخوانا؟ دي داتا موفمنت ديفايس، الجهاز بس بتاع الكمبيوتر الوقت حاليا شغال داتا موفمنت، يعني هنا فقط هو الجزء ده. طيب ممكن كمان الجهاز يشتغل داتا ستورج، داتا ستورج. داتا ستورج ازاي؟ اوري حضرتك. ده الداتا ستورج بتعمل ايه؟ الداتا ستورج دي هيبقى بين الكنترول وبين الموفمنت وبين الستورج. ازاي؟ يا اما تجيب من الاكسترنال ديفايس تو كمبيوتر ستورج، انا جايب من الاكسترنال، اوكي، عن طريق كنترول، واروح اكتب على الستورج. كده بعمل ايه؟ بعمل رايت. او ان انا اخد المعلومه من هنا اطلع بيها لفوق، يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل ريد. بتقرا من الوحدات اللي موجوده عند حضرتك او من ذاكره الكمبيوتر وبترمي بره. فانت كده بتعمل ايه؟ بتتعامل مع الداتا ستورج ديفايس. تمام كده؟ ان انت يا اما بتقرا من الاكسترنال انفايرمنت عشان تكتب على الكمبيوتر، او بتاخد العكس. تمام كده يا اخوانا؟ طيب الحاجه الثانيه ان انت ممكن تعمل بروسيسنج. ادي واحده ان انت تقدر تعمل بروسيسنج. هتعمل بروسيسنج ازاي؟ هتعمل بروسيسنج على الداتا ازاي؟ طبعا كل الوحدات فيها الكنترول. ان انت ممكن تاخد من الاستورج عن طريق الكنترول وتروح ترمي على البروسيسنج يعمل معالجه ويكتب الناتج تاني فين؟ ويكتب الناتج على الاستورج، على وحده التخزين، صح كده؟ يبقى انت بتعمل داتا بروسيسنج.
تمام، سواء كانت الداتا موجوده في الاستورج او الداتا موجوده ان روت بين الاستورج وبين الاكسترنال. ازاي؟ زي ما حضرتك شايف كده، ان انت خدت البيان معاه كده من الموفمنت، نقلت البيانات، عملت بروسيسنج ورميت على مين؟ ورميت على الاستورج يونت. تمام كده يا اخوانا؟ اعتقد كده وقت المحاضره يعني بقى كتير. انا شايف ان احنا نكتفي بهذا القدر، هنكمل المره الجايه ان شاء الله باقي الشابتر عشان يبقى شابتر 1 في كتاب ستالينجس خلص. اتمنى المحاضره تحوط على اعجاب حضراتكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، شكرا جزيلا، والتقي بكم في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.